أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم في المجوس: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، هل يشمل ذلك حل ذبائحهم وصيدهم والزواج منهم، أم أنه خاص بأمر معين؟ لا، هذا في الجزية فقط. سنوا بهم سنة أهل الكتاب جاء في آخر النص: غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم. استثنى، لكن بعض العلماء يقول هذا الاستثناء من الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، وبعضهم يقول لا، هذا مدرج من كلام الراوي. على كل حال، ما يحل من المجوس إلا أخذ الجزية فقط، ولا يجوز أكل ذبائحهم ولا تزوج نسائهم، إنما هذا خاص بأهل الكتاب فقط. نعم.